كنا كنشوفوا على ان مجموعه ديال المتقاعدين والمتقاعدات راه كيتكفصوا فيما يخص القضيه ديال المراقبه السنويه في اجراء العرف انك تكون في اواخر ديال السنه ومن بعد ولات في الاول ديال السنه. كاين بعض الاخوان كيكونوا برا البلاد وما كيصدقوش الاخبار، كاين العناوين اللي كتكون عندنا ماشي متوفره او لا المعني بالامر كيكون بدل العنوان ديالو مع الصندوق المغربي للتقاعد، وكيتم حبس ذاك المعاش وكيوقع واحد النوع ديال الاضطراب وديال الاشكاليه فيما يخص الاداء ديالهم. اللي غادي نقدروا نوضح لكم انا من خلال هذه النقطه ديال المراقبه السنويه،